فن. كابتن محمد يوسف حتى هو جرى عليا بعد الجون، جرى عليا واحتفلنا كده، كان فرحه كبيره في البدايه هدف. بس احنا يعني النادي الاهلي دايما بيبقى في الدقيقه 95 بالنسبه له مهمه جدا طبعا. وكملنا المسيره في البطوله، وعماد متعب برده جاب جون برده في الدقيقه 95 في سيوا سبورت. طيب برده لانه دلوقتي برده حصل جديد فيما يخص موضوع حسين الشحات، رابطة الأندية بتحيل شكوى بيراميدز ضد حسين الشحات إلى لجنة التظلمات. قررت لجنة الأندية تحويل مرة تانية أو إحالة شكوى نادي بيراميدز ضد حسين الشحات إلى لجنة التظلمات للبت فيها، زي ما متوقع يعني حصل، زي ما إحنا متوقعين. إيه رأيك في الموضوع اللي بيحصل ده؟ بص يا كابتن، حسين غلط أو غلط ما قلناش حاجه، بس كلنا كلاعيبه في الماتشات كلنا بيحصل مواقف وبنغلط، وحضرتك في موقف غلطت وانا غلطت وكل لعيبه بتغلط، لكن مش مستاهله ان الموضوع كبر بزياده. ودلوقتي دخل المغرب ومصر واللي مش حاجات يعني طبعا هي كلها حاجات معروف داخله من اتجاهات، طبعا من اتجاهات اخرى بوسيله يعني اخرى يعني، لكن الموضوع خلاص لعيب غلط وقدم اعتذار ونزل على صفحته النهارده اعتذر خلاص. والنادي الاهلي طبعا بالقيم والمبادئ في غرامه وقعها الكابتن صلاح حفيظ 300,000 جنيه تقريبا على حسين خلاص، واحنا ولجنه الانضباط تقريبا ورابطه الانديه وقعت غرامه وايقاف ماتشين، فخلاص الموضوع ولاعيبه غلط وتعاقب والنادي الاهلي عاقبه. صحيح، بس هو الرقم اكتر من كده، لكن يعني ده اللي وارد النهارده في المواقع. 300,000 جنيه للكابتن سيد عبد الحفيظ، وقع غرامه عليه 300,000 جنيه، ولكن يعني كان بيحصل في المباريات اكتر من كده كمان، مش كده بس يعني كابتن بيحصل، وفي لعيبه كتير حصل منها كده في الانديه الثانيه. واحنا كان بيحصل مواقف ونرفزت ملعب برده، ده ما يمنعش حسين غلط اوكي، لكن خلاص مش مستاهله ان الموضوع وسع وكبر بطريقه غير طبيعيه يا كابتن. من وجهه نظرك ليه الموضوع عمال يكبر ويوسع كده؟ بص، احنا دلوقتي بعد الخمس بطولات اللي احنا النادي الاهلي حققها السنه دي و82 بونت، دلوقتي انت دلوقتي المواقع والمواقع الاخرى بيصطادوا دلوقتي اي غلطه لاي لاعب في النادي الاهلي. صحيح، انا شايف الموضوع ده اصطياد يعني خلاص. وحسين يعني برضو حسين اداهم فرصه ان الناس تتكلم. حسين غلط طبعا، غلط طبعا طبعا، ودلوقتي كل المواقع الثانيه ووسائل الاعلام بتاع الانديه الثانيه دلوقتي بيصطادوا حسين الشحات غلط وحسين عمل وحسين عمل. وفي حد قال ان حسين ما غلطش؟ لا، هم دلوقتي يعني الموضوع بقى كلنا قلنا ان حسين غلط، وكلنا قلنا طبعا طبعا، بدليل النادي الاهلي ما استناش، بدليل النادي الاهلي ما استناش غرامه على طول. النادي الاهلي دائما ما يغرد خارج السرب يعني طبعا يا كابتن. بجد كلنا كنا متوقعين، اول لما شفنا كده والله توقعت، كنا قاعدين امبارح بالليل يعني بنتفرج على المباراه، قلت لهم النادي يعني ما اعتقدش الكابتن خطيب يعني هيسكت، ولا سيد طبعاً. كابتن سيد هيسكت، ولا فعلا بعد 10 دقايق ما كملناش بعد الماتش ب 10 دقايق يا كابتن. على الرغم من اعتذار حسين يا كابتن، انت لو شفت اللقطه والفيديو اللي نازل بعد الماتش، حسين خد محمد الشيبي بالحضن وتاسف له في وجود هاني سعيد. ايوه، حتى لو هاني ما يعرفش الموضوع، انا برضو مستغرب، معلش انا اسف ان انا هسالك في هذا الامر، ولكن انا مستغرب جدا لانه هاني حتى لو ما يعرفش، بس الشيبي عارف، الشيبي عارف اللي حصل وعارف حسين عمل معاه ايه وهو عمل مع حسين ايه علشان حسين يصل ان هو يعمل كده معاه. هو ما عملش مع حسين برضه يا كابتن يعني، هو ممكن لو في لقطه لو حضرتك شفناها في الفيديو امبارح، هو بعد تقريبا بعد الجون الاول او الثاني عمل لقطه كده بايده، انت بتعمل لمين كده؟ لا لا لا، وشتم حسين، لانه شتم حسين وغلط برضه في جمهور، انت بتعمل لمين كده؟ هو الاستفزاز منه يعني مع طول الماتش بالمناسبه. لا، هو ليه برضه وقع قبل كده برضه مع علي معلول؟ جاب الجون، جاب الجون بدري الشوط الاول برضه. الشيبي ده ليه وقع مع علي معلول في ماتش السوبر؟ ماتش السوبر صح، مظبوط مظبوط. وليه وقع مع جمهور الاسماعيلي مثلا؟ جمهور الاسماعيلي بس احنا بنتكلم دلوقتي، لو حضرتك رجعت بالذاكره بص اللقطه ده يا كابتن اللي بقول لك عليها، وليه وقع مع علي معلول في ماتش السوبر، والماتش ده غلط في حسين وبرضه غلط في جمهور الاهلي، انت بتعمل لمين كده؟ عموما خلينا نتخطى هذا الامر، لانه زي ما اتفقنا انه حسين غلط وخد عقابه من النادي الاهلي. ده بالنسبه لي انا كراجل اهلاوي، انا كان يهمني موقف النادي الاهلي في هذا الامر، وانا وجدت موقف رائع جدا جدا من مجلس اداره ومن جمهور صراحه. صح كابتن، بصراحه يعني صح كابتن. جمهور النادي الاهلي بصراحه يعني بجد شابوه لجمهور النادي الاهلي اللي قال لك ايه، عايز تعاقب اللعيب لازم تعاقب اللعيب. صح، لازم. صح كابتن، وهذا هو الاهلي ما استناش يا كابتن ولا اداره النادي الاهلي استنت، احنا صحيح. بعد الماتش ب 10 دقايق بالظبط العقوبه نزلت. صحيح،
احنا يعني احنا مش مستنين طبعا اي عقوبه من اي ناحيه تانية. لا كل واحد حقه طبعا، كل واحد ياخد حقه، لكن احنا اول قرار نزل من عندنا من النادي الاهلي ومن جمهور النادي الاهلي. وبعدين بيني وبينك برضو يعني وانا بتفرج على فيديوهات للشيبي انا لقيته بيتخانق مع لعيبه مش من بره بيراميدز، من بيراميدز نفسها والله بجد. انا في حاجات كتيره، انا معايا والله انا معايا فيديوهات كتيره جدا 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 لست سبع ثمان وقائع عملها، لكن انا قلت بلاش، قلت بلاش لانه يعني بجد احنا واصلين لمرحله ان هو بيتخانق مع زميله في الملعب، في الملعب يعني مش فعادي يعني خلينا نتخطى هذا الامر ونشوف.